مستمرين معاكم مشاهدينا في هذه الامسيه ويستمر الحديث عن معسكر صيفك ويانا الافتراضي ويسعدني ان ارحب في الاستديو بالاستاذ محمد احمد كشواني وهو القائم باعمال رئيس قسم البرامج وتنميه المواهب في ناشئه الشارقه مساء الخير يا محمد مساء النور والسرور يا مرحبا وسهلا يعني نود ان نتعرف ونعرف الساده المشاهدين على هذا المخيم الافتراضي وفكره هذا المخيم في البدايه انا شاكر لكم الاستضافه الطيبه وشاكر لهيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون هذا اللقاء ودعمهم الدائم لناشئه الشارقه. برنامج الصيف صيفك ويانا ينطلق للمره الثانيه عن بعد هو برنامج افتراضي ان شاء الله تنظمه ناشئه الشارقه المؤسسه التابعه لربع قرن لصناعه القاده والمبتكرين. شعارنا هاي السنه صيفك عفوا شعارنا هاي السنه اللي هو عن بعد بيكون وبيكون مركز على اربع محاور محاور رئيسيه ان شاء الله بنتطرق لها خلال هذا اللقاء آه معسكرنا ان شاء الله يكون مميز للجميع وبابنا ما زالت مفتوحه لجميع الشباب للانتساب في هذا صح اننا نحن بدينا هذا الاسبوع ولكنه ما زال مفتوح لجميع المشاركين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني اخ محمد هناك مجموعه من الاهداف تسعون الى تحقيقها من خلال تنظيم هذا المخيم الصيفي الافتراضي للعام الثاني على التوالي، ابرز هذه الاهداف. أه والله اهدافنا كما <applause> مثل ما انتم عارفين جميعا ان نحن نحاول نستثمر اوقات فراغ الشباب في فتره الاجازه الصيفيه. أه مثل ما انتم عارفين المدارس خلصت في اجازه الصيف وعندهم الشباب اجازه صيفيه فنحن نحاول نوفر لهم ما هو كل ما هو جديد ومفيد لهم عشان يستغلون اوقات فراغهم في هاي الاجازه الصيفيه وايضا نحاول ننعش افكارهم لان تعرفون العام الدراسي اكاديمي اكثر فنحن في ناشئه الشارقه نركز على المهارات المهارات هي اللي تساعدك على بناء شخصيتك وتساعدك على التطور صحيح. فلهذا السبب نحن مستمرين والله في تقديم برامجنا عن بعد في هاي الفتره لين ما تعدي ان شاء الله هاي الفتره ونرد نستقبل شبابنا في المراكز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني محمد هناك كذلك محاور خاصه بهذا المخيم الصيفي الافتراضي. نعم. وقبل ان اتعرف على هذه المحاور والانشطه المصاحبه له. هو يقام للعام الثاني على التوالي صحيح؟ آه نعم، النسخة الأولى كانت السنة اللي فاتت افتراضيا. افتراضيا نعم هو هي السنة الثانية ولكن عن قرب كنا ننفذه في الأعوام السابقة نعم. جميل، لكن ماذا عن الجديد في هذا العام؟ ما هي الإضافات التي تمت على هذه النسخة؟ آه نعم، سؤال مهم وحلو، شكراً على السؤال. آه نحن كل سنة نحاول نطور على المخيم ونيب أشياء جديدة وورش جديدة وبرامج جديدة تناسب ميول الشباب وأهوائهم. وايضا تطلعات الحكومه وحكومه الشارجه تحديدا فهاي السنه عن اربع محاور رئيسيه المحور الاول عن الاستدامه وبيكون عندنا ورش كثير عن الاستدامه ولعل ابرز الورش اللي بتكون لقاء حواري مع سعاده مروان السركال رئيس شروق هيئه الاستثمار والتطوير رئيس التنفيذي نعم نعم في شروق فبتكون جلسه حواريه ان شاء الله ترقبوها ان شاء الله المحور الثاني بيكون عن الفضاء والفلك وبالتعاون مع اكاديميه الشارقه لعلوم الفضاء والفلك <applause> وعندنا المحور الثالث بيكون عن الفنون ولعل ابرز الورش الفنيه بتكون بالتعاون مع الدكتوره نجاة مكي واخر شيء عندنا محور ريادة الأعمال والمهارات الحياتية <applause> وبيكون إن شاء الله أبرز ورشة عندنا هي استضافتنا لسعادة محمد هلال رئيس مجموعة محمد هلال المعروفة طبعا. جميل. طيب يعني أخ محمد كل هذه الإضافات تمت على هذه النسخة من هذا المخيم الصيفي الافتراضي، ولكن سأتوقف عند الشعار، دعنا نستذكر وإياك الشعار، شعار هذا العام تجربة صيفية تنعش مهاراتك صحيح؟ نعم صحيح تنعش من باب ان الصيف حار وفي شيء ممكن انه ينعش المشاركين؟ صحيح هو مثل ما م. انت عارف يا طويل العمر المدارس الاكاديميه انتهت مع اجازه الصيف م. فالحين وقت ان الشباب يركزون على المهارات م. نحن في ناشئه الشارقه مش جهه اكاديميه نوفر دروس وورش تقليديه لا نحن ننمي مهارات الشباب في بيئه جاذبه وخلينا نقول عنها تحفزهم للابداع وللاستمرار فالهدف من هذا المسمى هو ان يركزون على المهارات حين مثل ما تعرفين خلال الجائحه الناس ملتزمه في بيوتها ولكن هذا ما يمنع ان نحن نذكرهم وننعش افكارهم بالمهارات الموجوده سواء القياديه ولا مهارات التواصل ولا الترتيب والتنظيم ولا مهارات الفنون ورياده الاعمال وغيرها من المهارات اللي تطورهم في شتى المجالات فالهدف من هذا مثل ما تفضلنا في جاس الصيف الجو حار المدارس الاكاديميه انتهت نركز على المهارات في اجازة الصيف هذا كان الهدف الرئيسي منه جميل البرنامج هذا بيكون في الفترة الصباحية من المسائية آه سؤال جميل ايضا نحن قبل بداية البرنامج سوينا استطلاع للراي وسالنا الناشئه عبر قنوات التواصل الاجتماعي شو يفضلون يكون البرنامج صباحي او مسائي فوالله هيتنا الاجابات متقاربه جدا آه كان آه 45% يفضلون الصبح و55 يفضلون الفتره المسائيه مم. لذلك ابتدينا في ناشئه الشارقه ان يكون البرنامج موزع جزء منه في الفتره الصباحيه وجزء في الفتره المسائيه دمين. بواقع ورشه واحده صباحيه في الساعه 11.30 تبدا الى الساعه 1 ظهرا والفتره الثانيه من الساعه 5 العصر الى 7 المغرب ان جميل قبل ان نتعرف هل سيكون متاحا لفقط فقط منتسبي الناشئه أم كذلك سيكون متاح للجميع دون استثناء أسوة بسجايا على سبيل المثال وغيرها كذلك من المراكز أو المؤسسات التابعة لمسألة شؤون الأسرة ولكن أخ محمد ما الذي يجعل مثل هذا المعسكر الصيفي الافتراضي جاذبا لهذه الفئة أيضا سؤال جميل أشكرك على طرحه ما يميزنا نحن عن غيرنا ان برنامجنا مجاني للجميع م. ونحن نحتوي جميع الشباب في الفئه العمريه من 13 الى 18 سنه ابوابنا مفتوحه للشباب صح ان المخيم بدا هذا الاحد هذا الاسبوع ولكن ما زال باب التسجيل مفتوح لهم و فلينا لين الحين او لين الحين كنا الاسبوع اللي طاف نراجع الاعداد اللي سجلت فلين الاسبوع اللي طاف الخميس اللي طاف كان عدد المسجلين في ما يقارب 200 شخص سجل في برنامجنا. ما شاء الله. وبعد البرنامج منطلق هذا الاسبوع اللي طاف. للناشئه فقط المنتسبين للناشئه ولا لا مفتوح للجميع، نحن برنامجنا الصيفي هاي السنه مفتوح م للجميع في الفئه في العمريه من 13 الى 18 سنه. جميل يستفيدون من البرامج لان مثل ما تعرف البرامج عن بعد تقدر تستقبل فيها اعداد اكبر من الشباب. فتعمل فائده على جميع الشباب الموجودين في المجتمع في دوله الامارات، في اماره الشارجة تحديدا. فاللي يميزنا ان البرامج مجانيه، الورش كلها تفاعليه ومميزه، خارج عن الروتيني، الاطار الروتيني والتقليدي السابق. وايضا فيها مثل ما ذكرت ضيوف مهمين وناس ذوي خبره ممكن الناشئه يستفيدون من هالخبرات. و يبنون عليها شخصياتهم و مهاراتهم واسلوبهم الشخصي ويستفيدون منها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ذكرت كذلك اخ محمد من ضمن المحاور التي ستطرح في هذا المخيم محور الفنون صحيح اي نعم صحيح يعني هل لهذا ارتباط لهذا المحور ارتباط مع معرض الفن للجميع الذي اطلق من قبل الناشئه مؤخرا صحيح انت سبقتني في هالملاحظه انا كنت ناوي اذكرها اخر الحلقه كنوع من التحفيز للشباب انهم يشاركون في البرنامج نعم في مجال الفنون ان شاء الله بتكون في ورش فنيه كثيره ومختلفه في برنامج الصيف وناشئه الشارقه بالتوازي مطلقه برنامج الفن للجميع فيقدرون من الاعمال الفنيه اللي بيطلعون فيها من مخيم الصيف يشاركون بهالاعمال في مسابقه الفن للجميع. صحيح. ومسابقه الفن للجميع مثل ما انتم عارفين ان هي مستمره من بدايه السنه تقريبا اطلقتها ناشئه الشارقه في الربع الثاني م. من العام فالباب التسجيل ما زال مفتوح الى نهايه الشهر يقدرون يشاركون باعمالهم الفنيه اللي بيسوونها ان شاء الله في برنامج الصيف وفي جوائز للفائزين بالمراكز الاولى في مسابقه الفن للجميع الله. وهذه فرصه لهم نعم يحسب لكم اخ محمد بانكم تقومون باستطلاعات راي لمنتسبيكم لكذلك اختيار ما يناسبهم سواء من ناحيه التوقيت او كذلك الموعد او البرامج والانشطه والفعاليات التي لها علاقه في هذا المخيم وغيرها كذلك من الانشطه والمبادرات. في هذا العام في هذا المخيم كان في استفتاء حول التوقيت المناسب فجاءت النتائج كما تفضلت متقاربه. لذا حبيتوا ترضون الجميع صحيح وكان في ورشه صباحيه ورشة مسائيه صحيح جميل البرامج والانشطه كذلك هل هناك استفتاء عليها بمعنى هناك برامج جاذبه بشكل اكبر بالتالي هي مستمره في كل عام آه نعم هي استبيانات واستطلاعات الراي متوزعه على مدار السنه صراحه نسويها بين فتره وفتره فبناء على رغبات الشباب وميولهم نحن نسوي لهم البرامج اللي يحبونها مم. اضافه الى ان نحن ايضا ننظر الى توجهات الدوله واماره الشارقه فنحاول ندعم ونعزز من مهارات الشباب وافكارهم في هذا المجال اللي يخدم الدوله آه مثل ما تفضلت آه البرامج هاي السنه ان شاء الله بتكون على اربع محاور وهي كلها برغبات من الشباب وحبهم وهو الدليل على ذلك ان لينا حين قبل بدايه البرنامج اسبوع اللي طاف حصلنا 200 مشارك ما شاء وبعده عندنا اربع اسابيع قادمه ان شاء الله فنحن نتوقع زياده كبيره في الاعداد المجال ما زال متاح للتسجيل لغايه متى؟ نهاية مثلاً؟ المجال مفتوح، الورش اللي تخلص يستكر باب التسجيل فيها، لكن تبقى الورش اللي ما زالت مستمرة يقدرون يسجلون فيها جميل على الموقع الإلكتروني لناشئة الشارقة اللي اللي هو www.sjyouth.ae جميل، طيب، هل من شروط معينة للتسجيل؟ أبداً هذا برنامج شبابي ونحن نرحب بالشباب كلهم في دولة الإمارات البرنامج برنامجكم أي واحد من الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة يقدر يشارك عن طريق الموقع الإلكتروني مثل ما ذكرت أول ما يدخل الموقع الإلكتروني بيحصل مكتوب برنامج الصيف يضغط على هالزر وبياخذه وبيشوف كل الورش الموجودة وبالتفاصيل وبالتواقيت يختار اللي يعجبه وبالعكس نحن نتشرف في كل الشباب وإن شاء الله يا رب أن نحن نقدر نفيدهم ونقدم لهم شيء يعيبهم ويستفيدون منه ان شاء الله باذن الله، هل هناك سقف يعني او حد اعلى للمشاركين او لعدد المشاركين؟ أو والله الباب مفتوح مثل ما قلت ان هذا البرنامج للشباب نحن فاتحينه، فنحن فاتحينه للشباب ومستعدين بالعداد اللي هم يبونها، ولو شفنا في ضغط على البرامج احنا مستعدين ايضا نزيد الورش او نكررها لهم وبحيث ان نحن نوصل لاكبر شريحه ونفيدهم كلهم هذا واجبنا في ناشئة الشارقه ونحن في ناشئة الشارقه ونحن ناخذ على عاتقنا مسؤوليه ان نخدم ونفيد كل الشباب فاذا شفنا ضغط نحن مستعدين نمدد ولا نعيد ونخدمهم ان شاء الله باللي يرضيهم يرضى الله ما راح تقصرون اكيد يعني طيب يعني اليوم ثاني الايام صحيح هنا. لهذا المخيم الصيفي الافتراضي صح. يعني هل بالامكان ان نقيس الانطباع كيف كان التفاعل في اليومين الاوليين والله عشان عشان اكون صادق وياك في اليوم الاولين حصلنا تفاعل كبير يعني في اليوم الاول تقريبا وصل الحضور تقريبا ما يقارب ال شخص في اليوم الاول وهو شيء رقم طيب صراحه نحن سعيدين فيه في ورشه واحده يحضر هذا العدد ما زال البرنامج قلت لك في بدايته ما حين بيبدون الشباب يخبرون ربعهم دعيبتهم الورش فان شاء الله نحن نتوقع زياده كبيره جدا في في الاعداد في الفتره القادمه ايضا نحن راضيين عن الرقم الحالي ولكن ايضا نحن نطمح ان يكون اكبر اكيد في الايام الثانيه ان جميل عاده يصاحب كذلك يعني نهايه هذا البرنامج حفل افتراضي مثلا لتوزيع الشهادات او لتكريم المتفوقين او غيرها من التفاصيل التي تختص ب ختام هذا البرنامج آه نعم في العادة لما كان البرنامج حضوري كان يصير حفل حضوري ونحن نلتقي بالشباب كلهم ونكرمهم عن قرب وإن شاء الله يا ربي تعود هاي الأيام في المستقبل إن شاء الله وتزول عنا هاي الجائحة يا ربي آمين. آه حاليا اللي يصير أنه بعد الدورات نحن نزودهم بالشهايد بعد الدورة على طول فيصير التكريم بعد الدورة على طول آه هذا اللي يصير حاليا في هاي السنة نعم. آه ممكن حفلات ان شاء الله اول حفل الخدام يعود ان شاء الله مع عوده العمل عن قرب ان شاء الله ان شاء الله ذكرت لي أخي محمد بان يعني المشاركين منذ البدايه اللي شاركوا معاكم منذ اليوم الاول منذ يوم امس بالتحديد والتحقوا بالورش الاولى هذه بامكانهم ان يستمرون حتى نهايه البرنامج اللي يعني عندهم الرغبه في المشاركه فيما بعد فاتتهم الورش الاولى يعني هل سيحصلون على شهاده عندما يكونون متاخرين في التسجيل ويلتحقون بورش يعني وتكون كذلك قد فاتتهم ورش اخرى؟ الجميل في برنامج الصيف عندنا إن, ان من تحضر ورشه واحدة تحصل شهاده على هالورشه اللي تحضرها آه. فالشباب اللي فاتتهم الورش الاولى ما في اي مشكله ولا في اشكاليه مم. اي ورشه بيحضرونها في المستقبل بتكون عليها شهادات هي الشهادات تكون ورشه بورشه صح ان في بعض الورش متسلسله ولكن نحن ارتئينا في هذه السنه ان تكون النظام الشهادات بالورشه على طول، وفي ورش عفوا ما عليها شهادات هي بعض الورش الفنيه البسيطه اللي هي في النهايه تفاعلية ايوه تفاعلية ويخرج الناشئ او الشاب منها بمخرج مثلا الورش الفنيه نحن اللي يسجل عندنا نرسل له بوكس في الادوات الفنيه لين بيتهم صندوق اي نعم صندوق في الادوات اللي يحتاجها هاي الورشه توصل لين باب منزله بكل اريحيه فالمنتج اللي بيحصله في النهايه من هذه الورشه بتكون له ان شاء الله ان شاء الله يعني نتمنى لكم كل التوفيق وانا كذلك سعيد بوجودك معنا اخ محمد واتمنى لكم ان شاء الله تحقيق اهدافكم من خلال اقامه هذا المخيم الصيفي الافتراضي في ناشئة الشارقة محمد أحمد كشواني القائم بأعمال رئيس قسم تنمية المواهب والبرامج في ناشئة الشارقة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم الله